هشام الوالي فنان شاب صاعد بين عن براعة وموهبة في مجال التمثيل. شارك في مجموعة من الأعمال المسرحية والسينمائية، كانت له مشاركات في الاشتغال على موضوع المرأة والأسرة، خاصة من خلال الفيلم القصير للمخرج يوسف عفيفي في حلم امرأة، كيطرق من خلاله لجدلية صراع المرأة والرجل. الفنان كيحاول برز المكانة الخاصة والفريدة للمرأة بصفتها أم وزوجة وشريكة في الحياة، فانت بجميع نظرة هذا الممثل الصاعد. وفرت قالت لي حالتك وراك عارف اللي خالتك والعائلة غادي يجيو يخطبوك هاد لاشي لسانة. الموضوع ديال الفيلم كيهضر على واحد السيدة كتحلم راسها باللي ان على ان الاوضاع تبدلت، لان الرجل اصبح هو المرأة والمرأة اصبحت هي الرجل. يعني المرأة هي اللي كتشتغل برا البيت، هي اللي كتمشي في الطوبيس، هي اللي كتاخذ مناصب، والراجل هو اللي كيجلس في البيت، هو اللي كيطيب، هو اللي كيستقبل، هو اللي كيدير الميناج. على فين كتوصل على ان ما يمكنش هذه المعادله، ما يمكنلاش، لان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون هذا وخلقه باعتدال. يعني كل حاجه تحطها، ما جاتش شي حاجه وجات صدفه. الرجل راه عنده مكانه والمراه ما عندها مكانه. والغلط اللي كنديروه حنا وكيديروه بعض الاشخاص هو انه كيبغي يبدلوا هذه الادوار هذو. الرجل رجل ومرأة امرأة. العظمة للمرأة، وتنقول لها المرأة ديما. ربما اننا في لاجورني كنخدموا بجوج، ولكن ما فهم كتخدم اكثر مني، وماشي انا لي فام في العالم، ولكن هذا نعمة من عند الله سبحانه وتعالى كيعطي المرأة القدرة. يمكن كنخدموا بجوج بينا وكنجيو مع 6 د العشية، يمكن انا نجي حدا لا تيلي، يمكن نمشي للقهوة، ولكن مرتي لا، كتجي خاصها ترد على البيبي، خاصها دير العشاء، خاصها تشوف شنو خاص الدار، خاصها مسائل اللي ما نقدرش انا نديرهم. يعني هذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى وما كيمنحهاش لاي واحد. المرأة المغربية دازت مراحل وقطعت مراحل بسرعة. يعني احنا بالنسبة للدول العربية والإفريقية، المرأة المغربية تبوءت مناصب كبيرة بزاف. يعني ما بقاش شي منصب ما تبوءتش المرأة. مثلا المرأة الفنانة تبوءت منصب وصلت كوزيرة لوصلتها توريا جبران اللي ما كايناش حتى في الدول الغربية. كرجال تقبلنا وتبدلات داك النظرة، حيت بزز منا بغينا ولا بغيناش، خص تبدلات النظرة ديالنا للمرأة المغربية، المرأة البيتوتية اللي خصها البيت، خصها تربي الأولاد. لا، المرأة هي اللي كتهز مع الراجل داك القفيفة، هو هز من لهنا ومن لهنا، والقفه يهزها جوج حسن ما يهزها واحد. الانسان كيدوز مراحل. اول شخص ولا اول شخصه كيتعرف عليها هي الام ديالو. يعني سبحان الله العظيم، اول شخص في الوجود كتعرف عليه هي الام ديالك وانت في الباطن ديالها. اول ريحه كتشمها هي ريحه الام. مع الوقت كتعيش مع داك الام وكتكون شخصيتك وكتعرف المراه من خلال الام. ثاني امراه عرفتها في حياتي هي الزوجه ديالي. ملي كنقولوا الزوجه هي الاستقرار، ومن كنقولوا الاستقرار هو النجاح. دونك اي انسان بغى النجاح كيقلب على الاستقرار، والزوجه الصالحه هي الاستقرار. اللهم لك الحمد، النهار اللي تحت لي فرصه وتزوجت بهذه الانسانه هذه الطيبه، انني حسيت باستقرار في حياتي، استقرار في حياتي، وبديت كنحقق نجاحات اللي ربما ما حققتهمش وانا باقي لي بغ زعما باقي سيليباتير ما مجوج. انا كنت محظوظ وكنت من الناس اللي ربي نعم عليهم. ابشرني الله سبحانه وتعالى بواحد البنيته، واحد الفنيونه هي ملك، كنسميها انا ملك روحي. هاد الإنسان جات حياتي بدلات المفهوم ديالي وخلتني نعرف بحق الأم الحقيقة، لأن وليت كنحس بالقيمة ديال الوالدية ديالي، وبالتالي بقيمة المرأة في حياة أي شخص على الوجود هذا. عندي واحد السيدة معايا في الدار سميتها ملكة. هاد السيدة هي اللي كتعاونني في التربية ديال بنيتها ومعايا يوميا، ومن كنمشي نخدمو هي اللي كتقبل ملك، هي الدادة ديال ملك، وكنبغي نوجه لها الشكر، تنقول لها شكرا. ولا كانت راحتنا وانني مرتاح ومرتي مرتاح وبنتي مرتاح، سي غراسا توا اللي هلا خطك علينا، ونتمنى لك راهي عيانه شي شويه، كنتمنى لها الشفاء ان شاء الله. بهذا وصلنا مشاهدينا الاعزاء الى نهايه الحلقه، شكرا والى الغد ان شاء الله.